سمير الوافي كان في ستاتيو قال لي في برنامج عبدالي بيك شو باش يرجع في موسم جديد على كارتاج بلوس. لطفي العبدالي اللي قلنا نشوفوا الكونت نتاعو على انستغرام لقيناه اون مود حاجه اخرى تماما، اون مود تنميه بشريه. نعم، من فيديو تحفيزي على الناس اللي تقلل من الناجح واللي ما تدعموش واللي تخليها كي بشويه بشويه حتى لين يولي يفشل. هذه هي العقليه العامه واللي رجع عليها في الببليكاسيون. سؤال المتابع بالنسبة للطفي العبدلي على انستغرام، حققت حلمتك؟ ما كتعرفوا ذيك بوزي اون كيستيون. لطفي العبدلي اللي عايش في عالم اخر قال في بوست غريبة الاطوار، خلنا نقرا لكم شنو كتب لطفي. تصوروا توينسا ينقرضوا من العالم، ايش يصير؟ وي نقول لكم كان جاوكم فازيت الموتيفاسيون علم الطاقة اللي تحبوها كيا وكجاو ذيك بتاع تنمية البشرية عليكم بالكونت انستغرام تاع لطفي العبدلي.